مشاهدينا المحترمين في كل مكان، أسعد الله مساكم بكل خير. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في عدد جديد من برنامجكم أبديت سبيسيال صيف. أبديت سبيسيال صيف اللي يجيكم كل يوم اثنين بداية من الساعة 7. اليوم بدينا 7:30 بها نخليكم تلحقونا وتكونوا مريحين في المتابعة إن شاء الله. نتمنى لكم سويعة ممتعة تقضوا معنا. واحد راح يحكي على المدة هذه وين ساعة قالك منيش قبلها، لو يطلب في أكثر من ساعة راح نحكم معها من بعد. لكن سعيد جدا اليوم باستضافة ضيفين، وإن شاء الله راح يكونوا كروني كير ما كروني إيمان، وش يقولوا لها إيمان؟ دي كرونيكور دي كروني. أعطيك الصحة ما شاء الله سيدي. رحبونا إيمان. إيمان وش حوالك؟ مساء النور محمد، مساء النور لكل المشاهدين الكرام، مساء النور للضيوف الكرام أيضا، إن شاء الله تفوت حلقة باهية كما قلت. بشير وش حوالك يا بشير؟ الله لا بأس، إن شاء الله. السلام عليكم، سلام بالمشاهدين الكرام، إن شاء الله تعدى حصة خفيفة إن شاء الله للجميع بحول الله. نعم، سمعت صوت يا سامي؟ هذا بشير، تعرف ولا ما تعرفش؟ نعرف. وين تعرفه؟ شفته في الصخرية. كيفاش شفته في الصخرية؟ شفته في الصخرية تاكت. شفته في فيديو قاعد يعلق. باه ياسر، وش حوالك يا سامي؟ لاباس الحمد لله. اليوم رو ما جنبك حتى واحد، رانا ثلاثة فقط اليوم. غياب شهد اللي ما قدرش تلتحق بينا بسبب تنقل، وغياب فردوس اللي رايتك، نتمنى له التوفيق والنجاح ان شاء الله. غياب فردوس هل راح ياثر اليوم بحضور ايمان ولا لا؟ ما نظنش. باي بارك الله فيك. صح. ها سيدي، نسبه التفاهم اليوم راي كبير ياسر. تحيه كبيره لمحمد سعيد بقاس المصمم الخاص بهذا البرنامج، يعطيك الصحه سعيد الغائب الحاضر، غائب على القناه وحاضر في البث المباشر. سيد راني نحس روحي راني صغير في اللايف، فان شاء الله تكبرني. ايمان اولا مبروك التخرج. يبارك فيك محمد، العقوبة لك إن شاء الله، والعقوبة لكم أنتم ثاني. باهي تخرج سنة ثالثة ليسونس. ثالثة ليسونس تخصص هندسة طرائق، مزبوط عن قريب إن شاء الله، هندسة طرائق كلية العلوم والتكنولوجيا. علوم وتكنولوجيا، مقدمة برامج في قناة تحرير. العمل بالوظيفة وارد ولا مش وارد؟ ورد جدا، وارد جدا، نوار. نعم. كفاهم فهمك، واحد كي يكون يقرا وممتو يخدم حاجه كبيره، حاجه مليحه اصلا ليه هو، معناها يكتسب معارف جديده. حتى على بالك حتى في مخه يكبر، تاع صح ما يكونش محدود فقط بالدراسه بحوايج، معناها كي يكون في الجامعه ولا الدراسه يكون محدود الانسان، بصح كي يشوف الخدمه راهي عالم اخر، واقع اخر، الناس اخرين، عقليات اخرى، معناها تتوسع افاقه وتتوسع معارفه الى اخره. نعم. انا نفضل جدا الانسان يكون يقرا. نعم. ويخدم ممتو. جميل جدا. اللي ما عرفوش إيمان أنه كانت جلست قبل ما تدخل قناة التحرير على نفس الكرسي. حسرة إيمان. إيمان شعورك اليوم وأنت قاعدة بين مع الإكيب اللي غايبة للأسف؟ راني متأسف جدا أنه إكيب تاعي راهي غايبة، وحاضر منها كان سامي. الكرسي الضيف وكرسي المقدم، هل في واحد يقول لك نفس الشيء بما انك راك تتكلم قدام كاميرا زوز رام كاميرا؟ فرق كبير. كي تكون مقدم تكون عندك المسؤوليه الكامله 100%، العاتق عليك انت اللي تتحكم في سيروره الحصه، انت اللي توجهها سواء بالسلب ولا بالايجاب، هذه بطبيعه الحال. بصح الضيف راهو شغل مجرد وسيله يمشي لك الحصه تاعك. الضيف ساعات اللوم ما يلقاش على الضيف، كنت تصرى حاجه في الحصه على فكره. أكيد. يلقى دائما على المقدم، لانه المقدم هو اللي في يده هذاك المسار، ولا كيما نقولوا هو القائد تاع الحلقه. قبل ما تجي الحصه اكيد كنت تتابع في ابديت سبيسيال رمضان واللي كانت فيه حضر شهد. شفت انونس وما تولهتلوش بزاف، من مش عارفه شكون حطوا الحق. انا ما تبعش شو اسمه برنامجها. لا برنامج هذا الرد منو كان يعجبك في افضل واحد كان يعجبك في التشكيله تاعنا في رمضان؟ في التشكيله نتبع سامي انا. شهد؟ لا شهد ما نشوفهاش بزاف الحق، نعرفها. أيوة. شفتها في الاخر، بصح في الواقع لا. بصح كي نحكي على الواقع والمواقع ما نتون سامي ما شاء الله. باهي ياسر هاي اي بدات سامي امزوز ريالي انا قاعدين قدامك فيك سامي. فرنساس تقول مساء الخير للجميع. محيريك محمد نجيب يقول مساء الخير وبالتوفيق. فتاة محبوبة تقول وش حالك يا إيمان؟ مساء سخانة، صوت ضعيف، صوت رو ضعيف يا عدلتها الصوت. باهي ياسر مساء الخير يا مرحبا. باهي ياسر ايمان راح نرجع لك، نروحوا لبشير. بشير نتعرف عليك، الاسم الكامل، العمر، علاه جيتنا اليوم؟ شاي محمد بشير، اصيل ولايه وادي سوف، 16 سنه، ادرس في رابع متوسط، عدد شهاده بيام. ربي ينجح.
أمين يا ربي. موهبة كتعليق رياضي وكمعلق رياضي إن شاء الله هنا اللي عجبكم أكيد دي معنا سعد بك بهيس. وقتش اكتشف بشير الصوت هذا؟ من أول واحد قال لك بشير أنت عندك صوت تقدر تخدم به؟ لا بدأت كنعب البلاي كذا بدأت ما فيش معلق البلاي كذا بدأت أنا أكتشف الصوت بكشف بتعليق وتقلد فيس عوض بتخص كنت تخرج الخصم متاعك من اللعبة بالك تولي تعلق أو ضغط عليها ربلو منا زده في السرعة كذا كذا راح اللي يلعب أنا مشتوف الحاجة أم الاختراع منها كان بحاجة أنه يعلق وكلش لقى البلاي ولا دار فيها بهيس. كنت تعرف تعرف شيء بلاي؟ نعم معنا أضعف جوير في البلاي واللي هو سامي حوامدي. كنت غلبت بخمسة صفر ستوريات راي مسجل ذا ومولا وافع ما عندك حتى ما عندكش حق في الكلمة توذا المات في بعد راني مقدم البرنامج شو تقدر عامل تقول كلمة تقول كلمة تقول كلمة تقدر تغادر مباشرة نكلمة معك يا له أيوة اختش اكتشفت الحاجة دي اكتشفتها في عمري 12 سنة اكتشفت لي الوالدة ربي خليها قلت لي عندك صوت جميل وتقدر تكون معلق فم بدأت الحلمة فم بدأت نخدم بدأت نطور بدأت الصوت كنت معلق معناها كنت أتابع ديما حفيد الأخرى فارس عوض كنت ديما صوت ديما نقلد فيه بعد اكتشفت في نفسي أني عندي صوت آخر صوت جانب آخر وكتشفت أن كل معلق لازم يكونش مقلد يقتدي بصوته والاعتناء بصوته أحسن حاجة أنها تكون معلق جميل جدا متأثر بإيمان باي في لما طلعت الفيديو تاعك يا بشير من أكبر النصائح اللي أكثر النصائح اللي قاعدة تعودت بشير خليك من التقليد بشير اعمل صوتك وحدك تأثرك بفارس عوض كان ظاهر وبارز كثير في الفيديو كان ظاهر وبارز كثير في الظاهر لأن معنا نحاول نبني معنا نحاول صوت نعمل عليه أكثر من أجل اختراع اكتشاف صوتنا اكتشافت صوت فيها صح نزلت فيها شوي ملامح فارس عوض في التعليق الرياضي بشير تأكدنا أنه يوما منا وجاي إن شاء الله راح نشوفه بشير بصوت واحدة إن شاء الله أنا العمل نعمل جماعة رأي تابع فينا الآن تقريبا يعرفوا إيمان ويعرفوا سامي لكن بشير رأي يتكلم لنا على تالي نروحوا بيك مثلا نهائي دوري أبطال سامي نهائي دوري أبطال السيتي أنتر ميلان إن شاء الله أكيد يعني يا سيد راح يعمل لنا الان انا صدمنا عليه صدمان بشير راح يعمل لنا هنا الان تعليق على نهائي دوري ابطال اكيد لي عليها من بعد ايوه ندير به البوز مسكين باهي من اول حصه خليك نحاول نقدم له اضافه قدم ايمان راح نعلمك في الخدمه بارك الله فيك يلا محمد بشير راح يعلق لنا على نهائي دوري ابطال سيتي انتر ميلان تفضل يا بشير بسم الله مشاهدينا كمتابعينا عبر قنوات تي في سبور اشكر في الاستوديو التحليلي قنوات تي في سبور نعم مباراه اليوم مانشستر سيتي نعم الانجليزي ومواجهه الانتر في نهائي دوري ابطال اوروبا نهائي دوري ابطال اوروبا هنا باسطنبول بملعب الاسطنبول الاولمبي نعم تحت تحت جوزيف غارديولا المدرب الاسباني لحجز اول القاب بمانشستر في هذه البطولة بالنسبة إلى الإنتر لحجز اللقب الرابع في تاريخ نادي كرة سمر عن طريق أكانتي عند كرة بيرناردو رودري يا سلام نعم رودري أجمل الكلام صنعت بدات مصرية بتمريرة برتغالية وسجلها إسبانية أعلنها على مرمى كاميرونية المرمى مدريا أعلن أن مانشستر سيتي بطل لدوري أبطال أوروبا وأعلن أن اللاعب الجزائري رياض محرز كسابع إفريقي نعم في دوري أبطال أوروبا هو رياض محرز اللاعب الجزائري إن شاء الله ينال في ينال ال الإعجاب لا في البداية وبعدين كذا عدقة بيجي لا لأن راح يعمل لك مختصر وبش يسمع كل شيء يسمع تعليقك سامي على أداء بشيء والله يكون جاكين مليار من عشرة نقول هذا مليارة من عشرة هذه مجاملة ولا صراحة ولا غير صراحة صراحة إيمان على بالنا ما تفهمش في الكورة لا ما نفهمش في الكورة بس احنا نفهم في الصوت أيوة بالتعليق ما شاء الله بصح كاينه نقطة واحدة برك انه النقاط هذه لا نقطة واحدة هل نطقك للعربية هذيك تاع مقصودة ولا اوتوماتيكمون في هدرتك ما كاينه هكا
ما تنتقد تسع بزاف شغل تميل للسين ما تميلش للتاء العادية. لا نفضل تسع برك شوي نتحسن هذاك. ها على على خاطر عادة رانا ديما نقولوا فيها نقطة هذه إنه المعلق الصوتي ولا أي مقدم كيولي يحكي يكون متقن عربي. يعطيك الصحة خاطر كي تقول أنت تسع 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 عبيك هنا وش تدير ممكن المشاهد ينزعج بهذا الشيء. فالتاء تنطق تاء. أنا أبغى مريقلة تيجي الساعة أبغى صوتك صح صوت رائع. شكرا شكرا بشير. أنا لاني متمسكة باللغة العربية جدا وأي واحد معناها نلقى فيه شوية كديف نحاول هو صوت مش بشي فور صعود ولكن نبرة الخارج على أعطيك الصح هذيك هي هذاك في فرصة عوض بقى ياسر الأهل رم داعمين للشي هذا وين ولا لا رجعنا موسيقى يا سيد. أهل داعمين بإذن الله داعمين أهلي لفاميتي أصحابي في فئة احكينا على الفئة هذيك احكينا فئة طاقة سلبية فئة كثيرة مثلا كي يسمعوني يعلق ولا كذا يقولك ما عندك ما دير بات تعليق مدامك في ولاية واد سوف مدامك في الجزائر مش هتطلع. انا يعني هذيك تكون دفع قوي يكون وش رد عليهم بشير هنا والله ارد عليهم اللي يخدم يلقى انا حالة تخدمها وحالة تحبها صح وتعين الهدف في تساعك انك توصل وانك تقرأ وانك معناها تكون عندك ثقة بالنفس من بروحك تكون في تشجيع على مستوى العائلة على مستوى أصحاب المقربين هكا معناها تكون عندنا مشروع. عندنا سامي حتى سامي هنا كانوا يقولوا له قبل ما يروح يا إيمان خليك من الورقة بارك الله فيك لأنه في حوالي نقل شوي أيوة نقل. سامي قبل ما تروح لمصر وش كان يقولوا له قبل ما نروح لمصر يقول لي مدير في حد شيء حق تروح هكاك تخسر دراهم يربحوك غير أبقاني قال يقول لي مش يدير فيها حد شيء تطلع تحسم روح وكي. راح سامي المصر وجاء ما كشيت ما تكلموش معي حتى حد يذيت أنت ما كلمتهمش ولا هم بعدهم شي جرأة مش كلمون سكتهم معناها بالعمل تاعك أيوة. سكتهم بايات عملية تسكيل سامي رو عادي يحكي مش عارف نيرا وفوت معه حصص عادي يجيني هكا مسرق ويحكي عادي ومريهم عادي والف صي غدوة نلقاو حاكم براس حمودي لا لأنه يمكن بعد الفاصل راح نغادر ذات نخلي نبينا وما يدير لنا جو علاش لا بحاول الله نرجع لك بشير طموحاتك المستقبليه في هذا المجال نكون معلق ان شاء الله في قنوات بين سبورتس ان شاء الله نكون معلق ان شاء الله علق عني علاقتك بالدراسه اكيد الوالده قالت لي راه مش مزير ياسر بالقرايه ان شاء الله انا راح نقولها في اللايف يعني سمحينا الوالده راهي حاضره معنا في الكواليس تحيه كبيره لها بجزائر على القرايه ان شاء الله كما قلنا شهاده وبعد ربي سهل ان شاء الله تايب ياسر سمعت سامي ودي علق علي ان شاء الله باه نروح لسامي ونرجع للحصة اللي فاتت سامي جميل الحصة اللي فاتت الآن خلينا نشوف نديروا مقارنة بالبدية تاعها أنا الأفضل هذه ولا اللي فاتت هذه قول لك من ناحية شيء من ناحية غناية جزائر الساعة من ناحية الجو من ناحية التعليق وما توب بهياس بين إيمان وفردوس كيف لا نقول لك الآن عندنا تشكيلة باش يا خلوا يا إيمان يا لا كيف عندنا منصب عندك عندنا كيف أعضاء حبي يصير الفتنة ولا أراك رايح لمصر بشارك المسابقة عندك بلاصة بشدي يا فردوس تدي إيمان منو تدي إيمان ما نديهمش بيضا أعطيك صح ما ليش حاب نروح لمصر بقى ياسر إيمان وش عندك اليوم فقرة نعم الفقرة اليوم حضرت عادات أبرز والأغرب عادات وتقاليد في الجزائر عندي خمس عادات وتقاليد نبدأهم يا تفضل كما نقولوا توب فايف نبدأ من الحالة حتى نوصل للحالة الغريبة جدا الحالة الخامسة بولاية تندوف جنوب الجزائر تخيلوا وش في ميزكم مش يسرى هي أن العروس تخطف ليلة الزفاف من صديقاتها ولا من عائلتها وأن لا يحصل عليها زوجها إلا إذا اجتهد في البحث عنها العروس وش يديروها يسرقوها ولا تروح هي تتخبى في بلاصة نعم ويجب أن يجدها هذا الزوج بدون مساعدة أي شخص تختبئ العروس كما قلت في أحد الأماكن يدير لها كما درتنا الإيمان أبعث لي اللوكيشن حتى هذه ومن بعد يحوس عليها يحاول يحوس عليها ويلقاها بشرط أنه ما مستحيل واحد يساعده تخيلوا علاه الفكرة هذه لا يلقاها وإذا ما لقاهاش ما يمدوها لهش باهي علاش في رأيكم علاه مش كتاخدك يعرس هو يلقاها في فمه لا هذه العادة بولاية تندوف تعني أن الحصول على المرأة ليس بالشيء السهل ولا ليس هينا لكي لا يستغني عنها بسهولة لاحقا
لا شغل في تندوف المرأة في ليلة الزفاف معناها لازم تختبئ في أي مكان وهو يبحث عليها وحده كي يلقاها فقير الوضع ساعة ماري ويرو وعنده بيريود معينة أنه يلقى فيها لو كان يطلع لذلك تحوس السعيد تحوين السعيد أنا خطأشت محمد هاي مكة في الليل قلت وش بيه هذا خارج والله ما جيتها حتى هو ما يلقاهاش معنا هذا العادة في تندوف الغرض منها أنهم يكبروا مكانة المرأة ويقولوا بلي راهي مش الشيء السهل ولا ليس من الشيء الهين أنه تحصل عليها بسهولة وفي مرة أخرى ما تقدرش تستغنى عليها باهي وش رأيك في العادة هذه يا سيد عادة غريبة ستقبل نجيبوها هنا ولاية الواد سام شي تقبل نجيبوها لولاية الواد هنا الله ما نعرف القناة واحد فرحان وهو حري عندنا فرحانية في ليلة هم تدبق حوز وش بي هذا سمع يزيد منك حالها يا الوعيد اللي يغضى أبي ثانية أبي مش بطوموبيل أبي يحوس على حقك ما تعرفوا المكانة تاعنا كامرأة وكنساء معناها كش حراية كبيرة تندوف تمجد وش رايك في العادة مع أو ضد ضد حاجة بينا وانا كنت جبار السواب العادات تلقى الناس كلش حوس لا من عرس حتى وعبش من الاخر من عرس حتى وعبش منها كينا منها صح ولا ذلك تبقوا فيها على فكرة العادة هذه في تندوف معتها ما تنزوش واحدة تندوف فيها لك الليلة كل تفتش عليها هاي واحدة قلت لجبات تساسك المصطلح احسن مصطلح قال لك صافي شغل يلعبوا فيه الليلة باي والله يا سيدي سامي يعطيك صح صافي شغل يلعبوا فيه الليلة ايوه محمد هاي يا ايوه قمارة كبيرة يا سر الشك يا سر ربي اللي هناك امس نقوم طيب في قمارة روح يا نقول داروا اعلان عن مفقود ايوه الحالة الغريبة الثانية تعرفوا البغرير الغرايف هذاك الغرايف المرأة كي تجي تطيب الغرايف لازم تكون قاعدة كيفية. لازم تكون قاعدة في الأرض وتطيب الغرايف ما تطيبوش في كويزينير ولا هي واقفة قاعدة قاعدة تكون مربعة في الأرض وهاي طابونة حذاها ودير البغرير هذا كتنوض عادي كتنوض بفقوش به لازم تنوض حتى تكمل الغرايف هذوكم وكل واحد يدخل عليها وهو واقف لازم يقعد في ساعة في رأيكم على لا حيرين الكل على دقيقة كيفاش هي لازم تكون هي قاعدة وهي طيب ها وواحد كون يدخل الكوزينة لازم يقعد حتى هو لازم يقعد يا كي يدخل هو يلقاها طيب يقعد يقعد هذا كل احترام للغرايف اعطينا سيدي سبب علاش تفضل والله قاعد احترامات احنا شفت احترام من الاحترام اللي كان هنا محمد السبب انهم كون ما تقعد واقف كون تقعد واقف الغرايف ما توليش فيها ثقب ما تقعدش مثقوبه يا اخي الغرايف كي نطيبوها فيها ثقب هذو ولا لا خلا كون ما تقعدش ما توليش عايشها شهوه بشهوتها لا هي هكا صافي تشوفك هي تشوفك معناها حالة غريبة وكاين اللي صح وكاين اللي صح معناها صدقت معاهم ولا غير صح كاين اللي صح صدقت معاهم باهي باهي ياسر توحى يقول لك المعلق ربي يبارك له عجبني أمي رال تقول لك سامي رو واحدة غير السوفيات طيبوا قاعدين بشير رال يقول هل تعلم عندما تطلق المرأة تعمل عرس وتعرض كل أهلها وأهل العريس أي باهي وأهل العريس لا هذه باهي متأكدة منها هذه وين أيمن؟ هي كينة صح قبل كينة عطينا عادات يا خليش احنا رانا نحكي من أغرب العادات الموجودة في الجزائر بصفة عامة تعيش وتشوف زيدي يعطينا ثالث الثالثة هي إذا لاحظتم في الجزائر شفتوا رجال يحطوا النعناع هنا في المنزل في رأيكم على لا جيب الزهر يخطف لا رجال بكري يحطوا النعناع هنا في وذنيهم دليل باش يقولوا لكم باش يقولوا باللي عندهم بنت في المنزل ماهيش متزوجة عندهم طفلة كما نقولوا صبية في الدار ماهيش متزوجة بعد الغرابة ما نقولوا على بعد سنوات مقصودة هذه سنوات مقصودة ما هذا الشيء شغل كاينة منها صح في الجزائر وللظروف لحد الآن علاه على خاطر بكري نساء ما كانوش يخرجوا ولا يخرجوا بالحايك والعجار سواء متزوجة ولا مش متزوجة فهنا ما يعرفوش الناس باللي راهم عندهم صبايا ولا واش يديروا الرجال الكبار يحطوا النعناع هنا دليل على أنه عنده هذا الشايب ولا هذا الرجل عنده بنات ماهمش متزوجات في المنزل اللي قاصد الحلال وقاصد يخطب يتفضل صافي حمود غدو رقو يحوس يحوس على واحد ندير نعناع باهي هذه رقم قداش ايمان ثلاث هذه هي الثالثة مازال زوج ولات وش هي نحكي بصفة ناس بكري ناس بكري الحالة الرابعة بالعكس احنا نديروا الغرف ما نخلوش الناس يشوفوها باش ما يخرجوش فيها العين وتجي مثقوبة منورين هذه نسيبة زميلتنا نسيبة اعلان بالنهاء يعني مازال عندهم الخير توحى راح نرجع لك عودي تعليقك روح اعلان من اعلان بالنعناع روح رابعة الرابعة في مستغانم
هذه تحديدا في مستغان، والعريس نهار الصباح تاعو يروحوا مع اصحابه ولا فامي تاعو يفطر، ولا كيما نقولوا شغل يفطر فطور الصباح. وتهز امه سيرفيات يعني الصرفيطه وتخبط به وجهه امه وعيلته واصحابه تخبط به وجهه، معناها تمسح تخبط وجهه بالسيرفيات، تخبط وجهه سونسلطيشها على وجهه. أيوة. عليك الصرفيطه، في رايكم علاه؟ علاه باش لهنا يقعد يسمع كلام امه ولا فامي تاعو، ما تديه مشغول ما يقعدش يسمع فيك غير كلام العروس. الولد تاع دي تضربي بالسيرفيطه للولد باش يبدا كلام منها. صح هذه صح. سائل يسال منين ليك المعلومات هذه؟ هذه معلومات يعني ثقافيه شغل جوجل. بعد بحث. لا المصدر، المصدر منين؟ هو مصدر موثوق، معناها كاينه منها. صح انا اصلا هذه تاع مستغان كنت شفتها، تاع البغرير كنت سمعتها بكري من جداتنا تحكي، الثاني تاع تاع هذه انه التخطه في ليله الزفافه كاينه منها. صح تاكدوا منها في تندوف. مليحه ياسر. نروح لسامي ولا بشير؟ نروح بشير. ضيف ما زالت الاخيره ولا نخليوها توب 1؟ هذيك خليها، هذيك مادام قويه خلينا نخدموا بالحس. انا عارف هذا علاش، لاني عارف الاخره ديما قويه. سامي وش عندنا اليوم؟ 5 اخبار كره القدم، ثلاثة. كل اللي جاي يقرا عمالك شعب جد يقرا جد عندنا اخبار. ما يا سيدي تفضل. ثلاثة اخبار وخمس بلاد تستحق زيارة في الجزائر. تستحق الزيارة؟ لا باهي نبدو باخبار اسا كرة قدم. المعلومة الاولى، كريم بنزيما اللاعب الفرنسي من اصول جزائرية والذي ذهب مؤخرا الى نادي الاتحاد السعودي. ايوه صفقة بنزيما الى الاتحاد السعودي، مع او ضد ساعة اولا؟ مع حجبين، لانه يكون كريم بنزيما خرج من ريال مدريد لمنح فرص، لان ريال فرصة في مكان ريال مدريد، انها قضى اللاعب 11 موسم مع الملك ريال مدريد قادم من ليون فرنسي. صفقة جيدة للاتحاد السعودي. يكون معنا تطوير يطور حتى على مستوى الدوري السعودي بعد ضم كريستيانو رونالدو. نصري الى النصر السعودي. اتحاد السعودي كسب كريم بنزيما يكون اضافه كبيره حتى النادي وحتى للدوري السعودي باكمله. صفقه جيده. وفي هل راح تخدم مستقبل بنزيما اللي مازال؟ اقول راح تخدم ماليا، تخدم ماليا. راح تخدم ماليا، تخدم ماليا ماليا. لو الدوري السعودي ذات ظن 100 أورو موسميا، 14 موسم ولا 11؟ ها 14 ولا 11 بنزيما؟ من فين انت؟ راح يثبتونا فين المتابعين؟ 2010 فنت. نعطيك رأيي فيه. 14 سامي ما شاء الله. نعطيك رأيي ولا نعطي معلومة ثانية؟ أعطينا معلومة ثانية. معلومة ثانية، فوز مانشستر سيتي بدوري ابطال اوروبا على انتر ميلان بنتيجه 1-0 بعد سحق ريال مدريد في النصف، في النصف النهائي بنتيجه في النصف دوري ابطال بنتيجه 4-0. هذه السطر اللي تحتها على دي فيها سحق. هذيك وش دخل على النهائي؟ يعني النهائي منو؟ لا قلت لك بعد السحق، بعد هزيمه، بعد هزيمه ريال مدريد. او معنا زوز رياليين او يستعمل في كلمات. ردوا علي، خلوا ايمان على جيب مش ما ندخلوهاش في المشاكل. اعطيني في الكادر هذا وهذا. رد علي ان استطعت. قال رد علي ان استطعت. بشير السكوت على الاحمق جوابه. بشير عندنا ريالي وعندنا برساوي. أيوة. مشجع للبرسا ومشجع للريال، في الاخير تبقى كره قدم وتبقى لعبه وتبقى رياضيه. زوز احسن نسات في العالم، لكن من هو اللي يقدر يقنع الاخر، اللي يقدر يسكت الاخر؟ ريال مدريد بطوله تشامبيونز ليج معناها دينا 14 مره في ريال مدريد. معناها هذه معناها الشامبيونز ليج حاجتنا، حاجه هي صح، حاجه نقول احنا الجماهير صح. من حقها باش تربوز العام هذا وين؟ كيفاش؟ تسمى من حقها تريح العام هذا، مش لازم تشزها عادي، يا تعطي فرصه نطيروا العين معناها الكبات الضيفه مثل كمان برشلونه يبانوا شوي، ولو احنا نعطيك سؤال، نعطيك سؤال. دقيقه راح نتكلم. علاش تاع الريال كل ما نجوا نحكوا معاهم يحكوا لنا بتاريخهم؟ طيح تخسر قدام السيتي تقول لك هيا صح. اصلا الحاجه العظيمه يصنعها التاريخ هو اللي يصنعك. نعطيك حاجه، تعرف فرانكو؟ تعرف واحد اسمه فرانكو؟ هو تعرف. ايوه مادام انت تعرف فرانكو، ما تعرف حكايته؟ ما تعرفش حكايته؟ ما عرفش حكايته. حكا مدريد حتى كون يسمح يقول لك كذب. هاي فرانكو، منو فرانكو؟ فرانكو هذا كان يحب يا مدريد كاو ك ك معناتها هي عاصمه اسبانيا وبرشلونه في كاتالونيا، يكره برشلونه يشتري مدريد.
دير أكل معقدة تاع يقولوا لها فضيحة فرانكو ومنها مدلهم 10 دوري أبطال أوروبا وما استحقوهاش. نعطيك دليل منها زيتها ضد الباير فهمتني من الدقة بيت كريستيانو تسلل هو واضح تسلل قال هك خط قال هك المخرج نرجو فقط إلغاء صوت سامي محمد خلينا هذا من هذه من أقل أسباب لما تنزلوش فهم تسمى ما يستاهلوش يا 14 يستاهلوش يستاهلو ربعة نادي برسا صح نادي كبير ونادي عريق جدا أما كان كنا في أندية برسا صح متعة ميلان قد هز دوري أبطال أوروبا سبع مرات عليك نور وبرشلونة قد هزت خمس مرات أنا هي أكثر شعبية في كرة قدم برسا وميلان برسا والتاريخ يقولك ديما التاريخ يحكي عن أندية أيوة ريال مدريد 403 معناها الألقاب كل 103 صافي ني حتى نك يجيني واحد كيف فرانكو يمد لي 10 دوري أبطال نحكي لك حتى ني هذه ريا ما كاش منها لأن تاريخ أنت قلت لك بتقبلهاش قلت لك سامي أخطأنا فرانكو خرجنا من فرانكو زيد أعطيني حاجة أخرى تسكت بها ريال أعطيني حاجة أخرى تثبت لي باللي راهو لا تسكت بها ريال تثبت لك باللي راهي برصة أحسن من ريال هذه فاجعة اللي قلت لكم عنها في الكواليس أيوة حاليا ريال مدريد من كلامها بنزيما يقولوا بنزيما ومع مازال معها قاعده دوري قاعده كره ذهبيه اصليا بنزيما ومدريد ايوه احنا رجاليه فكنا منها نروح للنسائيه اليسكا عندها زوز صافي اليسكا مش برشلونه النسائيه اليسكا وحدت يا مدريد الكل وقالت تو قالك كافي وصدي سكتي القلبيه اللي تحكي وليست الناس تصفق التاريخات وعندك وش قال لك كافي وش قال وش قال تشافي وش قال قال يا مدريد البرلمانيه صنعوه اللي باش نديروا حصه تدريبيه هاي اول حاجه وش قال قال غلبناه بالتشكيله الاساسيه غلبناه بالتشكيله الاحتياطيه وتو قالوا باش ندخلوا التشكيله النسائيه وش راهي يربحوا نعطيك داني كارفاغال قد هز دوري ابطال مع ريال مدريد خمس وبرشلونه قد هز خمس معناها لاعب واحد هز خمسه دوري ابطال ونادي هز خمسه صافي حتى نروح للريال دقيقه نروح للريال لا نبقى قاعد في الدك بدل الصحن نبقى قاعد في الدك وهم يهزوا في دوري ابطال انا قاعد في الدك خير مريح كيما محرز هو قاعد دقيقه قاعد في الدك وهم يهزوا في دوري ابطال بعد جاهم يقول لي عندي خمسه دوري ابطال اكيد يعني دقيقه الوحيد اللي خدم معنا نقول رونالدو اللي خدم معنا عاكم اللي رونالدو معاكم اينا حد دقيقه رونالدو هنا اغلق لي الملف دقيقه لا دقيقه من فضلك سامي هنا اغلق لي تحكم مجاش هذه وين سامي بدا الناس كتصفق عنك هنا في التعليقات تولي تقول قال لي ديزابونيك بهيس نروحوا نعطوا الفرصه ثانيه لبشير باش سمعنا حاجه اخرى واش بين تعبنا بالسكا اعطينا سيدي يلا سمعنا حاجه اخرى يا بشير بسم الله مشاهدينا الكرام متابعينا اينما كنتم اينما تواجدتم هنا من حديقتنا ومرام بفرنسا نعم ريال مدريد الملك في مواجهة ريدز ليفربول ريال مدريد تحت كارلو انشيلوتي المدرب الايطالي لحجز المرة 14 في دوري ابطال اوروبا بالنسبة ليفربول لحجز المرة 6 في تاريخه تحت المدرب يورغن كلوب يدخل انشيلوتي بالنسبة حراسة المرمى كورتوا ميليتاو أربا ألابا ميندي كارفخال وسط الميدان توني كروس لوكا موديت كاسيميرو هجوم أنا فالفيردي والجوهرة البرازيلية تلمع أينما كانت فينيسيوس جونيور والقائد كريم بنزيما بالنسبة لتشكيلة يورغن كلوب المدرب الألماني يدخل بأليسون كوراتي فان دايك روبرتسون ألكسندر وسط الميدان هندرسون فابينيو تياغو بالنسبة إلى خط الهجوم هذا تاريخ جديد يكتب لدوري أبطال أوروبا بمشاركة إفريقيين هم صلاح وماني وبالنسبة إلى الهجوم صلاح وماني ولويس دياز بتبدأ المباراة كرة عن طريق محمد صلاح عند كرة صلاح ماني إلى ألكسندر إلى هندرسون بالنسبة كرة يضرب لكن تيبو يا
تمام. كرة مصرية بدأت بنسبة إنجليزية ضربت لكن توتيبو كورتو الحارسي البلجيكي كان في المكان المناسب. كرة طريقي المايسترو لوكا موديت عند كرة كرواتي رابط تاي فالفيردي 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 مار حتى تمرير فيني 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 هو جونيور. ربما لسفينة الأحلام أن تمر وقائدها وربنا فينيسيوس جونيور ناريان مدريد يرفع ريال مدريد ريال العشق ريال البطولات ريال المتعة نادي الأحلام نادي التاريخ. كما نعلم أن كل ملك لديه قلعة وقلعة الملك سانتياغو برنابيو لكل مدريدي ولكل ملك أن يرفع رأسه أمام كل منافس ولكل نادي أن يلعب ضد ريال مدريد له الشرف وله التقدير. لكل ريالي تحيا ريال مدريد هلا مدريد هلا ميرينجي. شكرا بالون تحتك يا سامي جيبها معليش تكمل الريال تلعب. شكرا بشير شكرا بشير عجبني تاتيبو تيبو محمد دديب حسني يقول مشكور على المشهدات خويا معلق. ممكن الدراجي ما يعلقش بصوت الدراجي. حسن العيدروس يقول عبدو باللباسي زكي تقول يعطيك الصحة بشير ربي يوفقك يعطيك الصحة يعطيك الصحة. أبو جدن اللي كان زارنا اليوم صباح قال جاب حتى هو جاب حاجة ما قالوا الناس مسال خير يا حمودة كلمني وأنا كنت نخدم نعتذر لك على عدم حضور. وإلى إيمان وإلى ضيوفك البراعم المميزين وينهم سامي واصل يا سامي راني معك ديما فيسكا برسة تحياتي الخالصة ليك من البياضة وش بيه منح تحيا بشير عبد الكريم لطرش عبد الكريم لطرش شافه كريم نطرس يقول لك بتوفيق بشير ويتمنى لك التوفيق و فقط بياسر سامي وش مازلت عندك ما تستحق الزياره مازال معلومه ثالثه مازال مازلنا مواصلين معلومات هاك بدي تخلط لي يلا روح هذا يخص يا مدريد. ثالثا بيلينغهام لاعب الانجليزي مركزه خط الوسط وهو نجم نادي بروسيا دورتموند عقد صفقته الرحيل الى مدريد بقيمه 103 ملايين 103 ملايين إلى ريال مدريد. صفقة جيدة صفقة تكون تعطي إضافة كبيرة على مستوى وسط الميدان بلوكا مدريد وحتى من توني كروس تكون إضافة كبيرة حتى خط الهجوم لأنه يلعب كثير كما رأينا يلعب بروسيا يلعب كثير على المرتدات يلعب كثير على المحور على الخط فيلعب على الدينامو لأن لاعب وخط وسط ميدان يكون جيد يلعب على الدينامو ويلعب على الكرات القصيرة التي تمنح فرص الهجوم. نعم صفقة جيدة لمدريد جميل جدا. معلومة أخيرة سامية أعطينا معلومة أخيرة تاع الكرة تاع الكرة لا ما دلت كنت لسه هذه وين مكان شكرا أعطينا يلا. تم تعاقد ريال مدريد مع لاعب إسبانيول خيسوس على ما أظن بصفقة 50 مليون يورو. صفقة تكون جيدة في مكان كريم بنزيما لكن خيسوس لاعب إسبانيول هو عنده إمكانيات كبيرة لكن هل سيعوض مكانة كريم بنزيما هذا ما سنتعرف عليه بعد نقولكم روحوا جيبوا تعجلون هذاك الأرجنتيني دقاكم 400 تخيل هذاك. شكرا كابتن محمد أبو سريقة شكرا رفيق صايفي. إيمان وش رأيك في الحوار؟ والله انا كان حذايا هذا سمعني نسمع في اللي حذايا الحق وانا مقتنع بكلامه والقدامي مانيش نشوف فيه خلاص مانيش نشوف اصلا. تفضل محمد كنت تحكي معايا فوق كان يتاج راسه كان فوق ما تقدرش تشوفيني قدامك الله اكبر هاي والله ما عنديش تاج راس الحق ما عنديش تاج راس حتى نطلع لفوق بارك الله فيك نروح المناطق تستحق الزياره. وايمان تفكرين الاخر تاعك هذيك راح نرجع لها بعد ما نشوفوا نسبه التفاهم بعد العركه هذه وين مش نرجعوا نشوفوا نسبه التفاهم بين سامي وايمان قداش من كلمه يقدر يوصلها سامي الايمان بصوت كلمة ما تجيبها لا حاول توصل له قدر الامكان يكون مشترك بالعكس كلمتينا كيتمان يا ايمان بعد هذه خلينا نرجع للجو حمودي بعد هذه خلنا نرجع للجو تاع المنافسه النوويه اكيد سبحان الله موت عليه جوك جو كره قدم احسن جو ان شاء الله ان شاء الله ما تصدع ليش وذني محمد تعيش انا نعرف انت زوز بارك الله استغل في الاوضاع به تنتقم اكيد سبحان الله باش مزيد تشوفوا كي صباح التحري تشوفوني ولو بالكروسه هذيك يا ايوه ايمان راي منش اسمه في حتى حاجه سامي عنده مجموعه من الكلمات محمد
يلا من نشوف فيك خلاص. يلا باش اعطيهم عندك دقيقه ونص محمد باش توصل قداش من كلمه. تسعة كلمات في دقيقة ونص. انطلق. فردوس. قول له ينطق قد قد ويدافع عن فردوس ما تعيدش فردوس. صباح التحرير. صباح التحرير. صباح التحرير. شوف يتخدم معنا قريب تو قداش. صباح التحرير. روح سكيب. بحر. والله ما هو ينطق قد قد. ينطق مسجم. بايرن. صحيح. أعطيكم صح. بلاغة. لا. نشوف. بلاغة. بلاغة إنسان. هذا اسم برنامج اللي تموت عنه. تسيب صار عندنا برنامج. لا هذا شو وش الإعلام مخي. بلاغة إنسان. روح اللي بعد. بلاغة إنسان. اللي بعد ما تلقاش مستحيل. إعلانات. إعلانات. هي تخدم في الإعلانات. كل الكلمات متعلقة به. إعلانات. إعلانات. من بعد تضحك على الروح. أسكت تقول حاجة من صحيح. ما هوش ينطق قد قد. إعلانات. مرحبا بكم في محلات كذا. على هنا الخطرة كي قلتها له وفهمها. أسكت. إعلانات. مرحبا بيكم في محلات كذا وكذا. يقول يقول أي كلمة. ها؟ خنشلة. هاي خنشلة زيد. اللي تقولها قولها صحيحة تو. تخرج. قولها خروج. صحيح. قاعد نجيبوا فيها الوقت. كنت نجيب بيك الوقت قبل حتى. أيوه. كمل. هذا مكان. عاود لها اللي. خلاص لحقت أصدقائي. باي خلاص عودوا لخين. يلا روح تفضل. فردوس. نندب فيها فردوس. صباح التحرير. هيا هذا من جابتها. بحر. باير. صحيح هذه جابتها صحيح. بين يكذب. بلاغة إنسان. ديت صوت أنت. بلاغة إنسان. بلاغة إنسان. لا هذا يقول لي كلمة. ما عرفت. يا هذا يقول لي بلغة. وشي؟ بلاغة إنسان. إيمان الجميلة. أيوة. إعلانات. وشي؟ إعلانات. خلاص ما قلت. ما عرفتها. أزيد لها سيد بيا. إيمان. سيد. صحيح. سيد. حسبي الله. كنت نضلك. سيد بيا. الكلمات كانت أعطيها على توالي. فردوس. صباح التحرير. بحر قلت لي بويا قلت له صحيحة. بلاغة إنسان. برنامجك. وراهو ينطق من أصل حاجة والله عظيم. أني نعرفها إيمانة. وعمري ما شفتها في بلاغة إنسان. ما نعرفهاش البرنامج هذيك. إيش عرفت في أبديت؟ روح كم. أيوه. يعرفوني ذوي الطبقة المثقفة مش لك الكام. إعلانات. انت انطقي مسقوا بعدها هضر معايا. ما في محلات كذا ما كان في محلات لا نطقك غريب. وهذا هذا راهو اصلا شو وش الاعلام وخروج. عندك خنشله وعندك تخرج قلت لك هكا. قلت لي خروج تخرج زيد خافت. هذا مكان وسيد بيا قلت لنا ايمان. بديت من انا طل وتخرج لبرا. لا ما كانش منها هاي اصلا كون ينطقوا سيد بيا انا نعرف معنى الاسماء نسيب. لا عيطت باش الجيران يسمعوني وانت ما كان الجيران اصلا. يلا ايمان رجعنا لاخر معلومه غريبه. اخر معلومه غريبه انه العريس يكسر صحن قدام مرته وعيلته. يلا قبل معناها في عند الدراهم هذا بيننا يكسر صحن قدام عيلته ومرته كاينه حتى في المغرب. علاه في رايكم باش مرته تخلع ومعناها شغل تولي تقعد تحتارمه وتولي تقعد تسمع له الراي. شغل كي كسر صحن هذيك الخلعه هذيك تولي متاثره بيه زعما وتسمع له الهضره. صوفيا كسر العشاء صحن مله بكى اذا تكسر له راسه. بس دقيقه باش تسمي ها مش عاود صوفيا. قلت لك صوفيا تكسر العشاء صحن عادي تو باهي سامي اعطينا مناطق تستحق الزيارة. عندك المعلومة الأولى جبال القور عبارة هي عبارة عن سيد بيا راح يحكينا على خمس مناطق في الجزائر. أولى المعلومة الأولى جبال القور دارها
ايوه روح كما احكينا. جبال غور هي عباره عن جبال منحوته بطريقه عجيبه وتقع في ولايه البيض. راي الصوره الان امامكم، هذه جبال الغور اللي كان موجوده في البيض. وين راهو كمال؟ تو تحياتنا لزميلنا كمال، نتمنى ان شاء الله عوده سلامات الى اراضي السوفيه. يلا نروحوا للصوره الثانيه. بحيره الملح تقع في مدينه وهران وتمتد الى حدود ولايه تموشنت. تيموشنت وهذه تيموشنت. باي الصوره اللي امامكم الان. يلا الصوره المواليه. الكهوف العجيبه تقع في ولايه جيجل، من افضل الكهوف في الجزائر، وفي اشياء وفيها اشياء عجيبه وغريبه. افضل الكهوف في الجزائر. افضل الكهوف في الجزائر. باهي ياسر، روحوا لي المعلومة الأخيرة يا سامي. قبل الأخيرة. ما قبل الأخيرة يا. ولاية تيبازا من أجمل الولايات في المناظر الطبيعية بالجزائر. جميل جدا. شكرا سامي. ولا روحوا للمعلومة السؤال الموالي. يلا نزيدوها يا سيدي، لأن عندي واحد الفقرة راح أفوتها. روح كم. قلعة بني حماد تقع شرق شمال شرق ولاية المسيلة، كانت العاصمة الأولى قبل بجاية بين قوسين لدولة الحماديين. سامي ما زرت فيهم حتى واحدة هذه. لا زرت فيهم توا، نتمنى لك الزيارة تاعهم ان شاء الله. انا زرت وحدين فيهم، زرت تبازا، كهوف العجيبة، بحيرة الملح، باقي ما زرتهاش. يحب زيارات الخارجية ومصر وما شابه. تونس وكذا. كيفك انت؟ انا هي مش شرط نغرش. تحب خنش؟ انا نحب خنش. يلا الان سيد باش يعطينا موسيقى. اعطينا اس، اعطينا الاس هذيك ولا خلينا باهي مش مشكل. أمان راح نرجع لك من بعد. أفضل معلق رياضي. فهد العتيبي. تكون فهد العتيبي، يكون حسن هيدوس. أنا ما عنديش. لا رقم واحد. رقم واحد حبي دراج، لأن في دراج جزائري بالخاص جزائري وعنده مسيرة نجاح كبيرة. مشت وكان مقدم برامج في قناة الأرضية، بعدها أصبح في قنوات قناة الجزيرة، بعد أصبح في قناة فين سبور. باه ياسر. سامي. وي. أفضل. فهد العتيب. فهد العتيب. خير حبيب دراج. في المتعة، حاب تشوف في المتعة، روح فهد العتيب. تمتع 2017. أما في التاريخ و. وفي المعلومات. في المعلومات. حبيب دراج تو. حتى المعلومات يهم أكثر. حتى عصام شوالي يا أخوان تشوفي. سام حتى خليل بلوشي، نسيت خليل بلوشي. سمح. وعينك عينك على سامي. يلا. إيمان أعطيني الذعر يا سيد. فهد من أفضل تعليقات. أفضل معلق إيمان. أقرب زميل ليك في قناة التحرير، من هو أقرب زميل أو أقرب زميلة ليك في قناة التحرير؟ مجمع اللي راكي تخدم معهم. دير كما سامي، كامل زملائي معناها بنفس المستوى. لا جو هي نسرية جو. لا 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 فضليك. لا عندي جو سؤال سؤال أو سؤال، يجيب سؤال موالي ردي بالك يا تجاوبي من الأول. هي مش في وجهك ولا معناها في البداية كي كنت أنا في الآخر كامل كان هو محمد، هو معناها نخدمه ديما مع بعضنا إيتو، هذا مكان ممكن نعتبره محمد هو أقرب زميل. باه ياسر، روحوا لي السؤال الموالي. رجعنا الأس باش نروحوا نرجع مسابقة حاب تشارك فيها. مسابقة في قنوات بي سبور ان شاء الله. اللوبين. اللوبين ان شاء الله. او عندنا في تحيزة من ولاية الواد الان راهو في قطر، ربح في اللوبين. ايمان مسابقة حاب تشاركي فيها؟ والله ممكن تكون يحلوا مسابقة خارجية هكا في اي تحلم. لا نحلم على فكرة. فضلك معك شغل ما نقولش الكواليس، خلي تتفاجئوا هكا كيفكم كيف الناس في الستورياتي. حد ان شاء الله يحلوا مسابقة في الخارج ونشارك فيها لما لا. تنشيط وتقديم بطبيعه الحال. محمد حتى يكون ينظمونا حتى ايوه بطوله مثلا محليه، بطوله محليه حتى بطوله وطنيه، منها تطوير على مستوى المواهب. لان لدينا كثير من المواهب معنا في ولايه اكيد شبهنا العام هذا ثاني مسابقه وطنيه كبيره في التعليق الرياضي، تلحق للجامعه بصح اطلع للجامعه بعدها نحكي. باهي سامي، مسابقه حاب تشارك فيها تو؟ لا يا والله مسابقة بطولة كرة قدم اكتشاف مواهب.
باهي ياسر، شكرا سامي. نطلع نلعب لعبه يا ايمان، قدوتك محليا وعالميا في وشي في مجالك الاعلام، شي في الاعلام مجال اعلام مجال اعلام انا نتبع ياسر ونقطه عادي ياسر عادي مش قادة بنمرتع هنا الجزائر الجزائري أيوة. وفي الخارج لا نتبع بزاف، ما عنديش واحد محدد. تفضل قدوتك محليا وعالميا. قدوتي محليا مع احتراماتي المعلق كامل في الوطن في الجزائر كل مكان. لا كمنشط وكمقدم والله يا محمد انت ان شاء الله يديك ربي صوت والله صوتك يا ولدي رجع حساباتك. لا كامل مختار من عارف صحابين بزايد انا في الجزائر ما قالكش في الجزائر كل في الجزائر كل اعطينا خلينا محليا بارك الله فيك اعطينا اعطينا محليا اعطينا في الجزائر كل ستندم على ماذا على ما تقول حفيد الراج في الجزائر هنا مكان ما تعرفش ده اللي قدموا في النهار اللي قدموا في لا هذه وين المعلومه الناس حق بها انك تتبع اجمع كل ليكيب كل هذاك مو راح يولوا اصحابك وراح يولوا يتقدم انا قلت لك عمر راسك به روح قدسك محليا وعالميا في وشي الكوره في الكوره محليا وعالميا في الجزائر وفي البر في الجزائر وطنيا وعالميا قدوتي البلايلي البلاي ايوه باهي ياسر عالميا اخر كيان في ايمان ذكر راني نقرا في كتاب عقدك النفسيه سجنك الابدي محاط بالحمقى اعطينا انت كملت محاط بالحمقى اعطينا اخر تقرا في كتاب كيف تقصف سامي ما تعرفش تعال انا نقصفك مثلا بالعكس شراء سلميه دراها معي سامي والله ما يسلم كيف اقتدي بسامي ارا اعطيني اخر كتاب قريته ما نقلتش عن الشيء الاخر كتاب تاع تحليل رياضي انا كيفاش تبني تقديم ايوه هاي تنسك اكثر انسان تنسك بالمطلع ايمان نعم هاي مواجه مواجه اعطيني اخر كتاب قريته اخر كتاب سنة ثالثة ابتدائي لا وين وش سنة سنة ثانية ابتدائي قريت نايا ولا ما هو شيء آخر كتاب قريته عن الكورة آخر كتاب قريته على الكورة كين كتب على الكورة ها كين كتب على الكورة إيه كين المجال الرياضي كين الرياضي أو يكذب معليش يعني مش حابين تواريخ أفضل وأسوأ يوم في حياتك إيمان على السريع بسرعة أفضل يوم هو التحاقي بقناة التحليل ويب تي في الله أكبر أسوأ يوم هو هاني غضبت معك زوا يعطيك الصحة هاي هذيك أيام أفضل وأسوأ الله يفضل عند النجاح وش عندك أفضل يوم ما باه إن شاء الله العام هذا في البيع أسوأ اليوم وشي أسوأ يوم في خسارة الجزائر أمام الكاميرون باه ياسر الروح الوطنية مثلي أفضل ما افضل نهار اني جيت الاول في العالم حسب ذهني وابشع نهار من خسرت الكاميرون من خسرت الجزائر باه ياس ايمان البرد ولا سخانه البرد بطبيعه الحال وش حالك مع سخانته رانا في حاله والله قلت لك راني ما طيقش السخانه تاع البلاد تاعك برد ولا سخانه اجي بين الصيف صيف صار تكون تروت صيف متعه الصيف مش صيف ولا الشتاء تفكرتها احطي وش فكره سامي صيف ولا شتاء الشاء ولا صيف صيف علاش نوم بالبحر واكلوا اكلوا اكلوا الايس كريم تفكرت المره اللي فاتت راهي سوء فهم سوء تفاهم سوء تفاهم ايوه ما قلتها بسرعه وهم يضحكوا معناتها خلاص والسوافه معروفين لا السوافه معروفين الناس الوجود والكرم مش فاهمين ذو ولا ظلام ايمان ظلام ظلام ايمان علاقتك بالحزن ايمن علاش تنشري في السلبيه ديما مانيش نشري في السلبيه اعطيني مش نعرف عليها هذه وين لا مانيش شوف مانيش ننشر في السلبيه كاين اقتباسات ولا اقوال نكتبها الناس دايره في بالها باللي راهي عليا انا ولا لا راهي نكتب وخلاص معناها ساعات حزن ساعات فرح الى اخره مع العلم انها تواكب الناس بالعكس كي يقراو يقولوا راكي شغل ديري نفس حالتنا على لانه الكاتب طبيعته كيما هكا وهذه ايمان 90% من ستورياتك ومن كتاباتك نعم حزينة نعم وتشير بأن 70% مش 90 خلينا نكمل إحصائيات هذه وين لسيد بي 90% من إحصائيات المنشورات اللي كدير فيها حزينة نعم وتشير إلى الخيانة والتخلي وما إلى ذلك هل سبق وأن نعم تعرضت تم التخلي عن إيمان نعم أم لا
ما كانش واحد يقعد معاك لافان قال واحد، سواء من الأصدقاء من الأقرباء من العائلة إلى آخره، مش يروح فكركم فقط لشخص معين أو ممكن شيء معين، أي إنسان يغدر به ويخان به إلى آخره ويتعرض لصدمات كما خانني هذا إيمان، مشاكل في حياتك. استرادتك شيء هذا وين، هل هو سبب الآن المنشورات اللي أنا أشوفها؟ قلت لك من السبب من الأول أنه الإنسان كي يكون كاتب يكون متمسك بالأشياء هذه أكثر فقط. لا إيمان ما نشوفوش يوما ما محتواك يتبدل هذا مثلا، الحواجز اللي راك تنشر فيها هذه وين نشوفها الا تدعو للنجاح وطريق النجاح والطموح والتفاؤل والتعامل. محمد ماكش تبع فيا ومعناها باش يعني نقول لك معناها ممكن حسب ما نشوف المنشورات كاين كاين ايجابيه وكاين ساعات ما نقولش سلبيه، لا كاين اقوال فيها النص يحكي على مثلا خيانه او كذا، وما بعد هذاك السطر يدعو الى النهوض بالنفس الى اخره. باه ياسر ايمان، انا كلام اكبر من اجتماعيه ولا انطوائيه؟ ما نقولش انطوائية، والإنسان تحب علاقات يعني محدودة جدا بسيطة. إيمان شايفة روحها وش ترد؟ شايفة روحي لا نعتبر أنه نفسي عزيزة علي فقط، لا أريد إهانة من طرف أي شخص ولا التقليل منها. إيمان خدمة حسين في التحرير ما عاد تشوف الناس، وش ترد؟ لا لا بالعكس، حتى كون نخدم في مش عارفة وين نشوف الناس، أنا أصلا راني ناقصة نظر ما نشوف فيه ما كولك. أيوة من الأخر باهي ياسم يبدل غيرها شوش دخلنا لا حتى لا نشوف ال يبدل غيرها بدل غيرها عشان نابط عنه. سامي، أسبوع بدون رياضة ولا أسبوع بدون حساب ذهني كما قلنا؟ قلنا هذا خلاص بدل باهي، اسبوع بدون رياضه ولا حساب ذهني وش تبطل؟ اسبوع بدون رياضه او اسبوع بدون حساب ذهني؟ بدون حساب ذهني ما قدش سامي يبطل الكوره. اسبوع اسبوع بدون كره قدم ولا اسبوع بدون سوشيال ميديا؟ كره قدم. ها كلش الا كره قدم. كره قدم كره قدم. ايمان لو سمحت لك الفرصه انك تروحي، رجعنا الذعر انك تروحي للشخص هذا وين ولا الشخصة الانسان هذا ولا الانسانة اللي سبق وان تخلت عليك ولا سبق وان غدرتك، وش تقولي لها لو كان عندك كلمة ايمان؟ ما نروح لهاش اصلا، علاه نروح لها؟ شكون هو ولا شكون هي حتى نروح لها؟ هل انا سمحت لك الفرصة انك تتقابلي معاه وعندك الحق في كلمة؟ اسمع شروط السؤال لازم تجاوب. عندك الحق في كلمة وش تقولي؟ السلام عليكم كلمتين متصالحة جدا كلمة جداً. سلام 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 باي. إيمان مشهور حابة تلاقيه؟ مشهور حابة تلاقيه؟ مشهور حابة نتلاقيه هنا في الجزائر ولا برا؟ عالمي. عالمي نحب نتلاقي كامل الصحفيين معناها والإعلاميين الكبار، ما عنديش اسم معناها محدد في بالي كما قلت لكم تبع ناس كام، ولا خلي نقول جورج قرداحي. جورج قرداحي هذا تلاقيت بيه بالطبع. حفيظ الراجي. أعطيني نمرة. حفيظ الراجي بحول الله أهله كان كمال هنا راح نبثوا له الفيديو حفيظ الراجي وشوفه ويبعث لك رسالة. هذا أعطينا أنت مشروع حابة تلاقيه. واضح واضح من هو؟ المنتهي ليونيل ميس. منتهي الله يتحوش ذات أخوك اللي ما جبتش أمك ولا أختك اللي ما جبتش أمك؟ عندي صاحبتي و... اسم كوثر بن سالم نوجه لها تحية. كوثر صديقتي وهنا في العمل العمل محمد. والله عندي ياسر أصحاب عزالية ما كلهم أنا أصحابي وخبشي وربي خليهم ربي دوم عشرين امين. باهي اكفو تنا اقضيف ما نقدرش نقص يدير الفتنه فقط ما نقص عليك. لا يا اخويا اللي ما جاتش امي هو منيب زميلك في الحساب الذهني. منيب منيب مزهوني انا عرفته اسكم هذا منيب واحد اخر. باهي ياسر سامي نروح الان الى فقره اخيره واللي هي فقره تحدي الذاكره واللي كنا باش نخدموا بلا بها ذات الموجه تاع الموجه لا ما نتوجهوش اليوم راح فوتو بسلميه رجع لي الاس يا سيد. تحدي الذاكره عن ثلاثه باش تشوفوا منو بطل الحصه اليوم. يعطيكم الصحه كلكم، اعطيكم العلامه الكامله لانكم كلكم كنتم متنسقين مع بعضاكم. الآلة اعرفكم الحصه بعد على بالك راهي سكور سبور راهو جاي هنا. تحيه كبيره للبشير مساوي ولضيوف الكرام. مش راح نطول عليكم راح نخرجوا واستنى معكم بركه يلا فقره اخيره سامي تحدي الذاكره نقطه البدايه عندك. كرة قدم. كرة قدم. كرة قدم كاميرا.
كرة قدم طاولة. لا كرة قدم كاميرا طاولة. صح هكا كرة قدم كاميرا طاولة. كرة قدم كاميرا طاولة ورق. كرة قدم طاولة ورقة هاتف. قلتي كاميرا هي هي قدم كاميرا ورقة طاولة. أنت قلتي طاولة. قلتي طاولة أستاذة. هاي أخرجي. عندك الأولى خرجتي مرة الأولى. كرة قدم كاميرا. هادو من الأول هادو من الأول. روح روح. كرة قدم كاميرا طاولة. والنقطة الأولى. راح نقطة أولى لي سامي. يلا المرة الثانية. إيمان تبدي أنت. نعاودها كرة الأول من الأول من الأول. خنشلة. خنشلة. خنش خنشلة دزاير. دزاير. خنشلة دزاير الواد. خنشلة دزاير. خنشلة دزاير الواد وهران. خنشلة دزاير الواد وهران باريس. باريس. خنشلة دزاير الواد وهران باريس كاميرا. خنشلة دزاير وهران باريس كاميرا. الواد 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 الواد. أنا ذكرت خمسة. إلى الآن. دونات يا برا روح. ذكرت. لا دينا سلم على الشهداء اللي معك. هاي عندك الثاني غلطة سترايك 3 سترايك 2 سترايك 2 هاي مايك مايك ابدا من الاول مايك عاود من الاول مايك عاود من الاول مايك حمودي مايك حمودي مايك برطابل يدي حمودي زيت روح يا اخي انا ما حتى نخسر ثلاث مرات لا لا اثنين مزال المره الاخيره تو سامي اكيد بطلت تو الحس نقولكم روح ابدا انت الاول ابدا انت الاول ابدا انت الاول هاتف كاميرا هاتف برطابل هاتف برطابل كاميرا هاتف برطابل كاميرا ستيلو هاتف برطابل كاميرا ستيلو مسالي مسالي خمم وردة وردة هاتف كاميرا برطابل ستيلو لا برطابل كاميرا لا ما راح تقبل ما قالهمش ما قالهمش الشهادة اللي ما ترتيب قبيل سلم على الشهادة اللي معك سلم على الشهادة اللي معك روح قناة عادوا من الأول ولا قناة 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 بي سبور قناة بي سبور تحرير قناة بي سبور تحرير الكاس قناة بي سبور تحرير الكاس سي اس السعودية اثنين وأنا اثنين صفر تو ولا نقطة نعطيه له روح نقطة نقطة أهم حاجة إنك استسلمت شفتك مستسلمت والله شفتك مستسلم قادر هو كضيف وهو كمجال نعطيك النقطة لا جت صعبة بهتنطق تحرير الكاس إلى آخره قناة بيسبور تحرير الكاس وسيانس العربية تعرف شنو يعني خلاص نقطة لي زوز واحد صفر إيمان شعورك المرتبة الثالثة والله المرتبة ما تتم مش مقياس يؤخذ بها باهي ياسر ما هيش تحديد المستوى نعم باهي خلاص يزينا توم الضحك ويزينا من القصرة كل تقريبا كملنا عدنا قديش منذ بداية البث شوف دقيقة ساعة دقيقة أكثر مرة نطوله في الحس هذه وين قد عمرك كلمة أخيرة يا شيخ أعطينا كورة كلمة أخيرة لا لا أنا هو وقلت موسيقى تاع كورة أعطينا أنت كلمة أخيرة تشكر فيها أكد على الوالدة برك راك والله ما نقول لك تلقاها ماشي هذا تجبس البرة حلوة والله نشكر الوالدة ونشكر بابا ونشكر إخوتي خويا صغير علي نشكر اصحابي بالتاكيد يرجع الفضل ديما لسؤال حميم محمد شكرا لك ان شاء الله اكون في حسن الظن الجميع ان شاء الله نال اعجاب الجميع نطالب بوجود مسابقات محليه وحتى وطنيه لتشجيع اكثر للمسابقات الدوليه ان شاء الله شكرا للضيوف الكرام اكيد شكرا لهم ان شاء الله نعم بارك الله فيك ربما راح تعود جينا مره اخرى ان شاء الله اتفق اللي بعدها راح المهم بجير عن حاجه ايوه قلت صاحب الفكره انت ما كل عن موجز اخباري تاع الكره القدم يحاول لا نقول ما راح ترجع لنا مره اخرى سوى الاسبوع القادم واللي بعده راح نعاود نتصل بيك وراح تعاود ترجع ايمان كلمه اخيره على الحصه ولا شكرا لك تشكي بابا اول مره خليني نركز شكرا لك محمد اولا على هذه الاستضافه الجميله شكرا لسامي شكرا ايضا للمتالق بشير ان شاء الله نشوفوك في مراتب عليا مره ثانيه فقط تخدم على روحكم تسمع حتى اي انسان هي طبيعتهم الناس انهم يضبطوا الانسان سواء ناجح ولا مش ناجح المهم تركز في حلمك فقط شكرا لكل المتابعين الاوفياء دمتم في رعايه الله وحفظه وسلام سامي شكرا للطاقم الاداري والتصويري متقن التقني على رأسي متقني سيد بيا والسعيد بقاص مش حاضر مجهولة تحية والضيوف
الضيف بشير المتألق إن شاء الله نقوق في مناصب يعني طاقتك في الصورة يكون نحية والضعيفة وال بن جبار إيمان بن جبار وجل سحية شاهد وفردوس الغائبين وصالح ميمو محمد وشاهد وفردوس الغائبين وكل من تبعنا في قناة التحرير. شكرا شكرا لكم. سامي شكرا إيمان شكرا محمد البشير العلامة الكاملة بصراحة. جماعة بنسقينا عبالك ولا مرة بشير يتكلم مع إيمان ولا إيمان تكلمت مع بشير ولا سامي شاف بشير أصلا. كمية تناسق كانت كبيرة جدا. شكرا لكم. حمرتوا لي وجهي صح تاع الحصة هذه وين خدمتوا كما كنت حابوا أكثر. شكرا إيمان شكرا بشير شكرا سامي شكرا سيد على المرافقة التقنية. شكرا لكل من تابعنا إلى نهاية هذا البث. أبو بكر يا عبيد يقول لك بالتوفيق. عبد اللوي فوح ما عبد اللوي فوح ما قول لك كلمة راهو يتابع فينا. الله يا ربي خليك ربي يوفقك عمي خالي بابا فوح ما عبد اللوي فوح ما ما يا حليلك من رب متعرفش لا عبد الله وفهم ما تكون خالتي ولا يمكن بلتني تقين وفقكم الله وصيد أخوتكم موفقين جمال هاي متابعة وفية زي عبد الرزاق يقول وداخل البلاد نبغى نتلاقى مع أسرة قناة التحرير. نسرين تقول لك أرجع لغدوة بشة زي عبد الرزاق يقول لك حاب نتلاقى بالأخضر بالريش إن شاء الله ربي يوفقكم. شكرا 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 بالتوفيق أيضا زكية عبد اللوي خالتي يا ربي خلاها خالتي ربي يوفقك إن شاء الله نعم. شكرا شكرا بشير شكرا سامي شكرا لكم كامل لحسن الاستماع والمتابعة. نتلقاو الاثنين المقبل بداية من الساعة 7 مساء مباشرة بعد الحصة. الآن ريمون نسبة المشاهدة محترمة وما شاء الله ويعطيكم الصحة على متابعتكم. ابقوا في أيضا حصة سكور سبور هي مباشرة بعد هذه الحصة ما تروحوش بعيد. مباشرة راح جيكم حصة سكور سبور مع الزميل بشير مساوي وضيوفه المميزين. شكرا لكم على حسن الاستماع والمتابعة. سلام.